وده كام دي؟ دي اللايبراري المكتبة. يا ابن الوس، يا ابن الجزمة، يا ابن الجزمة، اللهم اني صايم، اقسم بالله اللهم اني صايم. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنستمر في سلسلة الالعاب الرعب. تمام، النهاردة ان شاء الله نلعب لعبة اسمها اوت لاست. وقبل كده كنا بنلعب لعبة اللي قتل زوجته في القصر. وبص احنا خلاص احنا مسجلين خطر في العاب الرعب. النهارده ان شاء الله هنلعب لعبة بتاعت الامراض النفسية تمام والعقلية. وقبل كده كنت بنلعب لعبة بتاعت اللي قتل زوجته في القصر وبليها برضه بتاعت الاشباح وما اعرفش ايه والكلام ده كله. يعني هنتلبس وهنتجنن ويطلع ميتين اهالينا. يلا نخش على المقطع. السلام عليكم، رجعنا من جديد سلسلة الرعب في رمضان. لعبة النهاردة اسمها اوت لاست، بتدور القصة حوالين صحفي حر اسمه مايلز ابشر، والذي قرر ان يحقق في مستشفى الامراض النفسية اسمها ماونت مازيف. لو بتخاف ما تكملش الفيديو احسن. يلا نبتدي. زي ما فهمت كده بالظبط ان اللعبة بتحكي عن دكتور نفساني يخش مستشفى بتاعت امراض نفسية وعقلية ويستكشف اللي فيها. يلا نبتدي نشوف المقطع. هي على النورمال يعني هنخش على الصعب ليه. تمام، بسم الله. تمام، هو كده يروح على المستشفى. يلا يا عم سرع شوية، انت راكب 28 ولا ايه؟ ايه، حد ياخدني ولا ايه؟ رفع الهند. ايه ده بقى؟ النور اتطفى ليه؟ ماشي، ده اكيد التقرير اللي كان جاي له. طبعا حجرة وبتاع هيركبها في الكاميرا. وريني يا عم. طب تمام قوي، بس اوكي فهمت، والله فهمت ازاي اعمل الاضاءة الليلية. فهمت، يلا بننزل. بس انا غاوي افلام الرعب والالعاب الرعب اصلا من زمان، فتلاقيني فاهم شوية الدنيا ماشية ازاي. ايه يا اسطى الناس بتقول لي هادي؟ لسه بنقول يا هادي. نشوف في الدوكمنتس. خلاص تعال نخش نشوف الدنيا ماشية على ايه. ماشي مفيش حاجة. اكيد يعني احنا مش هنخش من الكبير ده عشان مقفول اكيد على الاف. تمام، هنخش من الصغير ده. ناس محترمة. تمام، هو ازاي اصلا مستشفى امراض عقلية ونفسية ما فيهاش اي دكاترة، ما فيهاش اي حد حتى يستقبلني اي حاجة؟ يعني هي مهجورة ولا ايه؟ دوت ابوك سودا. اجري يا عم. البيت ده بيفكرني بلعبة فان هيلسينج بتاعت مصاصة الدماء. تعالى نشوف الباب ده كده نخش منه. تعبت مقفول. تعال نشوف الباب ده. طب تعال نكلم اي حد. الو الو، اي حد سامعني يفتح الباب؟ مفيش. طب تعال نشوف الناحية التانية. تعال الباب اهو، افتح يا اسطى. برضو مقفول. يقول لك اب افتح. اعمل زوم. في ايه هنا؟ انا وزع الشباك ده. تعال اطلع له. توكلنا على الله. اصلا طالما فيها امراض نفسيه وعقليه وشغل جنان. ايه ده يا اسطى؟ ده بتوع ولا ايه؟ دكتور ولا ايه؟ هو دايخ ولا ايه؟ ايه الموسيقى دي؟ اطلع يا اسطى، شكلها فيها خضه.
شكلها فيها خضة. لا اله الا الله. في بقى ده احنا لسه بنقول يا هادي، لسه بص لسه بنقول يا هادي. شغل الكاميرا يا عم الليليه، اي حاجه كده ولا كده والله ما مسامحكم. الواحد صايم. بسم الله بسم الله. اهدى كده يا عم. دي الاوضه ايه 215، اوضه 218. تعال نخش هنا نشوف الدنيا. لا 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 يا عم اوز، ده احنا لسه بقول لك واحد صايم يا عم. ارحمنا الله يرضى عنك. تعالى يا عم افتح هنا، افتح يا عم. بسم الله. هذه الاوضه ايه 215. لو بص اي خضه بتاع يعني اي حد ينبهني قبلها يعني. النور بيرعش ليه وفي دم؟ النور بيرعش وفي دم يا اسطى، يا اسطى الله يرضى عنك. عيب والله. لا اله الا الله. في ايه اتخضيت ليه؟ ماشي يا اسطى. الدوكمنتس اهو ماشي. قول على الاف. ادي التاني تقرير جبناه. اكيد دي اصلا تقارير بتاعت الناس اللي هنا يعني، فاهمين؟ الموسيقى ما تطمنش. ايه ده؟ هو قفل ليه؟ مالك يا اسطى انت بتنفس ليه عالي كده؟ في ايه؟ اجمد. ايه الدم ده؟ الدم ده على فكره لسه طازه يعني. ايه ده؟ ده بيقع من فوق. دي لسه بتتحرك كده، اكيد في حد عدى من فوق. بس دي المفروض يعني انها مستشفى يعني امراض عقليه ونفسيه يعني. طب ايه دخل الدم؟ مش عارف مش عارف مش عارف. طب مثلا اخد كنزايه كده مثلا؟ مفيش. طب انا اي كنزايه؟ طيب يعني اي حاجه اشربها يعني. ماشي مقفول. هو ايه ده؟ برضه مقفول. انا مش مطمن لك، انا مش مطمن لك. انا هطلع وراه. حق ايه يا عم؟ حق ايه بس؟ تعال خد. اطلع وراه فين؟ اقول له حق في صوت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ فاكر ان انا قاعد مثلا ناس عاديه مثلا مجنونه شويه ممكن تجري ورايا تضربني بتاع، لكن مش رعب كده يعني، فاهم؟ مقفول مقفول يا اصدقائي. وده كام دي؟ دي اللايبراري المكتبه. يا ابن الوس يا ابني الجزمة، يا ابني الجزمة. والله ما اني صايم، اقسم بالله والله ما اني صايم. ايه ده؟ لا لا انا اقسم بالله اتخضيت. الناس كده جنبنا هتخبط علينا وش، اقسم بالله. الف وشي. لا لا كده مش هياكل. الموسيقى دي ايه؟ الموسيقى دي واحد مشتوه ده ولا ايه؟ لا اله الا الله. ايه يا اسطى يخرب بيت اهلك؟ عمل لك ايه طيب؟ انا انقذك ازاي طيب؟ The variants. You can't fight them. You have to die.
ابني والله العظيم ما تخدم على اعصابي. يا جزمة يا جزمة. حلو فيك. لا 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 لا. يا نهار اسود. ايه ده؟ نحذفه من فوق. مين ده؟ عامل كده ليه؟ ده انا قولي جوه ولا ايه؟ Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. سيبني يلا سيبني يلا لا نرجع عنا. في ايه؟ وانت مت يا ابن اللي حكايتك. رد عليا رد عليا الله يرضى عني. انا غلطان والله انا بلعب العاب الرعب دي. ايه ده في سكيب؟ سكيب ليه؟ سكيب كنترول تاب من فوق. الازاز نكمله ده بقى بس يعني تسويه ده مكان الدوكمنتس. ده انت مستشفى بنت جزمه. وايه الدم ده؟ كان في حد ماشي. هو بص 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 اصل انا بحب ايه اداء قوي فشخ في الحوارات دي. كان في حد ناس كان قاعد على الكرسي تمام؟ بس ادانا ده كتير قوي عليه يعني. او كان في حد بيسحب حد. او كان في حد مثلا كان مجرجر حد. هنخش كده احسن. نبعد عن الدم. لا اله الا الله. ايه يا اسطى؟ اجري اجري اجري. اجري يا عم. لك الفلور اللي هو الدور الاول سكيورتي روم الكتريك روم. الكتريك روم يعني بيقول لك ان انا في جهاز كهرباء في اللايبراري. معرفش كلمه دي اسمها ايه. كافيتيريا. ماشي ما علينا. خلينا نخش كده نشوف. استنى معلش معلش هنخش بس نشوف ايه. بيقول لك سكيورتي روم كده. هنا اوضه الامن. في حد عمال يخبط على الحيطه. في دم هنا اهو. بص يا اسطى في دم هنا. لا اله الا الله. طب هنا بص اصل انا عندي تطفل ابن جزمه. بص وفي الاخر بتخض. بص بص كده من جنب مفيش حاجه هنا. ايه ده كده يا اسطى؟ وامسك العقل تمام. انا مش جاي اذي حد والله. انا جاي بس ايه جاي اساعدكم. سكيورتي روم مقفول اكيد. سكيورتي مقفول. احنا هنلم تقارير الدنيا كلها. الدوكمنت احنا لسه هنلم. بص تقارير المكتشف كلها. انا ورايا ايه؟ بس ايه على كده بس اتحرك بامان ولا تخضني؟ كنت هنا ولا ايه؟ هو دماغه عامله كده ليه؟ لا بص احنا نرجع تاني كده. اجري بقى خد اجري اجري اجري. واللي حصل لي كسرني. لا لا اسطى اللي حصل لي كسرني بقى. تعال طبعا انتوا هنا فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي. هنا كان في حد تقريبا على الكرسي تمام. وفي حد كلب راح زقه راح موقع الكرسي.
سحبوا على الارض تمام قدام اهو شايفين اهو تمام يا جدعان نازلين على الاوضه بتاعت الكهرباء ايه مفيش اصبر تحت حد ورانا نطلع تاني المهم يعني اللي كل واحد بقى يشترك في القناه وفعل زر الجرس تمام وان شاء الله ان شاء الله بقى المقطع الجاي هيبقى بكره زي ما قلت لكم ان شاء الله الساعه 3 العصر تمام سلام.